بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم سنة أولى. النهاردة هنتكلم على تكملة للإبيثيليال تيشو بنسميها إبيثيليال بولاريتي. لو أنتوا فاكرين كان من الجنرال كاركترز بتاعة الإبيثيليوم قلنا عليه إكسهبت بولاريتي، قلت لكم هنقولها وهنفهمها وبعدين يبقى حفظت المعنى بتاعها. يعني الخلية بتكتسب قطبية، يعني قطبية يعني سبيشاليزيشن. يعني ايه الخلية لها سبيشاليزيشن؟ لو تخيلنا الموبايل اللي معانا ده سيل، فالسيل اللي قدامنا هنا لها ابيكال بوردر سطح علوي، لها بيزال بوردر سطح سفلي، لها لاترال بوردر اللي هو السطح الايه الخارجي المحيط بتاعها. فممكن تحصل بعض التخصصات في التركيب للمنطقة فوق الايبكس علشان هتقوم بوظيفة معينة الخلية، او تحدث بعض التخصصات في البيز بتاعه السيل علشان برضه هتقوم بوظيفه معينه، او تخصصات في اللاترال سيرفيس علشان هنعرف انها لها فايده في تكوين الخليه. فتعالى مع بعض نترجم معنى كلمه التعريف بتاعها. فبنقول ابيثيليال سيلز كولد بولاريزد سيلز، يعني خلايا ذات قطبيه لها تخصصات، which can distinguish their different service، ان انا ممكن اتعرف على كل سطح منها، with specific structure modification، ببعض التركيب التخصصي او التكيف التركيب التخصصي للسيل ممبرين. فبيزل يا اما يكون ابيكال من السطح من فوق، او بيزل من السطح من تحت، او لاترال حسب الايه السطح. يبقى نقولها كده في سطر واحد، يبقى specific structure modification، احفظ السطر ده، specific structure modification او specialization of the morphological adaptation for the specific structure function، علشان يتكيف للقيام بوظيفة معينة. تعالى نبتدي بالسطح العلوي للسيل. ادي سيل قدامك، هي خلية، تمام؟ وادي النيوكليوس بتاعت السيل. انا هبتدي في السطح العلوي ده، هقول ايه؟ ان الخلية لها سيل، في سيليا. السيليا دي هي ايه؟ الاهداف. وعرفنا في السيليا هناك انها علشان بتعمل او هير او موتايل هير لايك ستراكشر، نرجع تاني وارجع راجع على السيليا في الشابتر الاولاني، موتايل هير لايك ستراكشر بتعمل ايه؟ ووش للسيرفيس فلويد، علشان انها بتعمل عمليه ووش للسيرفيس فلويد. فالووش بتاع السيرفيس فلويد ده عن طريق السيليا، قال لك في كان برضه قلت لكم هناك في حاجه اسمها لونج سيليم اللي هو فلاجيلي، فهنا لونج سيليم جاي كده، لونج سيليم واحد، فبقول عليه فلاجيلي. ده اخدناه في الشابتر الواحد ده، وده عباره عن ايه؟ موديفيكيشن موجوده للابيكال سيرفيس. طيب انت قلت دول قبل كده وقلناهم، يبقى خلاص انت هنا منه. لكن هنا في اتنين بقى جداد. ايه الجديد هنا؟ سطح الخلية يعمل زوايد او بروز طالع بره كده، ادي السيل ممبرين اهو يمشي بالشكل ده. بسمي الاستراكشر اللي انا رسمته ده مايكرو فيلاي. انا سمعت الاسم ده قبل كده وانا بتكلم على السيمبل كولامينار سيلز، وقلت لك في البراش بوردر بتاعها اللي هو السطح العامل زي الفرشه، يا اما بالالكترون مايكروسكوب سيليا، يا اما بالالكترون مايكروسكوب مايكروفيلاي. وعرفنا المايكروفيلاي يعني الخمالات الدقيقه، قلنا دي موجوده في الانتستين. طب ايه فايدتها؟ الفايده بتاعت المايكروفيلاي انها بتزود السيرفيس اريا. ما المسافه دي، المسافه دي كده لما اجي اقيسها مثلا بالمسطره تطلع 15 سم فور اكزامبل. لا، ده انا عايز اخليها مش 15 سم، عايز اخليها 450 سم. فانا باجي اهو شوف النقطه، اروح طالع بالسيرفيس بالشكل ده اهي. تعالى نتكلم عليها المايكروفيلاي، بنقول تعريفها ايه؟ يعني احنا في السيليا قلنا ايه؟ خلي بالك في التعريف بتاع السيليا، موتايل هير لايك ستراكشر، موتايل هير لايك ستراكشر السيليا. طب المايكروفيلاي، ما هو المايكروفيلاي ادي سطح الخليه اهو، تمام تمام. تعالى قيس من هنا لهنا،
فبتلاقي هنا السطح بتاع الخليه من هنا لهنا 15 سم، عايز اخليه 5 450 سم، اه ارفع لها فينجر لايك بروجكشن، فالسيل ممبرين يمشي بالشكل ده. ماشي انا كده بالسيل ممبرين في نفس المسافه بتاعتي اللي هي ما زودتش المسافه من هنا، لا ده نفس السطح بتاعي رحت مزود، فزودت السيرفيس اريا بالمايكرو لايك. شايف انا لما طلعت صوابع، فبسمي الصوابع دي ايه؟ فينجر لايك بروجكشن. فاخدوا التشبيه منها وقال لك المايكرو في اللاي ذي ار فينجر لايك بروجكشن، هي بروزات تشبه الاصابع موجوده على الايبيكال سيرفيس بتاعت السيل. طب هلاقيها فين؟ قال لك هلاقيها في اماكن كتير، منها لايننج الانتستين الامعاء الدقيقه، او موجوده في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز اوف ذا كيدني، الجزء بتاع في الكيدني ده. وتظهر اسيدوفيليك سترايتد او براش اوردر، يعني لو الخليه بالشكل ده باللايت مايكروسكوب زي ما احنا اتكلمنا، ابص الاقي السطح فوق في الشرشره دي اسمها سترايشن، او قال لك الاسم عامل زي الفرشه فسميناها براش اوردر. تعالى بقى نشوفها بالالكترون مايكروسكوب. هناخد واحده من المايكرو فلاي ديت وانا بتكلم عليها، هطبق الكلام ده على السطح بتاع الخليه من هنا. فادي هنا المايكرو فلاي، ادي السطح اهو بتاع الخليه، وادي المايكرو فلاي طالعه كده تمام، اللي هي دي اهي، هي دي ليها السيل ممبرين من بره، مش ده السيل ممبرين، يبقى ده السيل ممبرين تمام. نخش بقى جوه في الكوب، نلاقوا في فيلامنت ماشي بالشكل ده، ماسك في التب بتاعه المايكروفلاي ونازل في الخليه من هنا، في التب ونازل للخليه كده، التب ونازل في الخليه كده. تعالى هنا نحطه هنا اهو ونازل في الخليه كده. المايكروفلاي دي الفيلامنت دي لقوها ثين فيلامنت، اللي هو الاكتين فيلامنت، اكتين فيلامنت. لو الاكتين مش متساب كده بقى منظوره، لا ده هو ماسك في التب فوق، ماسك فيها ونازل تحت يغرس في حاجه هنا جايه كده، فيلمنت جايه كده، فيلمنت ده انترميديت فيلمنت وثين فيلمنت، فغارس تحت. قال لك هنسمي المنطقه دي تيرمينال ويب، اللي هي دي تيرمينال ويب، فجاي غارس في التيرمينال ويب. ايه هي التيرمينال ويب؟ ديت عباره عن ترانسفير ماشيه بالعرض اهي بتاعت الخليه، ومنوعها انترميديت فيلمنت، يبقى دي بنسميها تيرمينال ويب. الاكتين لوحده مش موجود، على فكره هو مش مذكوره في الكتاب عندكم، لكن ممكن الاقي اكتين اند مايوسين، لكن هنا في فيلمنت تاني جاي يمسك الاكتين باكتين بالشكل ده. فيلمنت جاي تاني يمسك الاكتين بالاكتين بالشكل، او يمسك الاكتين للسيل ممبرين، اهو ماسك الاكتين بالسيل ممبرين. فقال لك الفيلمنت ده هنسميه فيمبرين، اسميه ايه؟ فيمبرين. يبقى ايه الفيمبرين؟ هو عباره عن كونكتنج فيلمنت، بيمسك الاكتين مع الاكتين او الاكتين مع السيل ممبرين. طب ايه التالت؟ قال لك السطح بتاع الخليه عليه بعض الجلايكوكاليكس جاي كده على السطح بتاعها، واحنا عارفين ان ده بكربوهيدرات جلايكوكاليكس على السطح من شكلها، فهنا بسميه سيل فود او جلايكوكاليكس. يبقى هنا مع الشكل بتاع اللي موجود هنا الاقي الاكتين مع الاكتين اهو، او بالفيلامنت، والاقي جلايكوكاليكس طلع على السطح بالشكل ده لها تمام. فهو ده تركيبه المايكرو فيلاي. قال لك بتزود السيرفيس اريا قد ايه؟ من 15 الى 30 مره، فبنقول عليها 15 الى 30 فولد. يبقى هي المايكرو فيلاي بالالكترون مايكروسكوب سلندريكال بروسيس، الزوايد اسطوانيه تمام زي الصوابع. اللينس بتاعها 1 الى 2 مايكرون، والوايدز بتاعها او الدايمتر لما اقطعها تي اس عليها من 80 الى 90 نانو متر. السنتر كونتين اكتين فيلمنت، وجم عدوها ده 25 الى 30. ذيس اكتين فيلمنت سراوندد ذا سيل ممبرين، سراوندد بالسيل ممبرين، حواليها السيل ممبرين. ذا تيب اوف ذا اكتين فيلمنت، القمه بتاعت الاكتين فيلمنت اتاتشد للكفرنج سيل ممبرين، ماسكه للكفرنج سيل ممبرين. اند ذا بيز او ذا فيلمنت اتاتشد تحت التيرمينال ويب. بنلاقي ايه هي التيرمينال ويب؟ هي ترانسفير ماشيه بالعرض اكتين مع انترميديت فيلامنت موجود على الابيكال سيرفيس بتاعه الخليه.
الاكتين اتاتشد مع اللاكتين او الاكتين اتاتشد مع السيل ممبرين بفيلمنت اسمه فيمبرين فيلمنت. The covering السيل ممبرين عليه جلايكو كانكس. يبقى ده كانت تركيبة المايكروفيلاي والفانكشن بتاعتها بتزود السيرفيس اريا 15 الى 30 مرة. انا قلت لك هناك كان في سيليا وفي سبيشاليزد سيليا بنسميها فلاجيل. هنا برضو في سبيشاليزد فورم من المايكروفيلاي. ايه هو؟ هسميها ستيريو سيليا. حد شاطر يقول لي سمعنا فين الستيريو سيليا؟ برافو عليك، سمعناها في السودو ستراتيفايد كولامينار ابيسيليا موز ستيريو سيليا موجوده في الابيديديمس. ايه هي؟ هنا كانت في الفلاجيلي لونج سيليا، هنا في المايكروفيلاي لونج مايكروفيلاي. يبقى ستيريو سيليا لونج مايكروفيلاي موجوده فين؟ نان مطيل. شوف بقى الكلام بقى نان مطيل، يعني مايكروفيلاي دي مطيل يس، ما فيها لاكتين ومايوسين. بص الاقيها بتنقبض بالشكل ده وعماله تعمل ابزوربشن للفول، لكن هنا مع الستيريو سيليا بتوقف ثابته كده ما بتتحركش، يبقى بنقول عليها نان مطيل لونج مايكروفيلاي. موجوده فين؟ في الابيديديمس والانر اير كاريسيبتور، وبتظهر برضو زيها زي اختها استرايتد او براش بوردر، وتركيبتها بالام زي اللايك المايكروفيلاي، والفانكشن بتاعتها ابزوربشن او ريسبشن، يعني يا اما تعمل امتصاص او تستقبل الاحساس بتاع الهيرنج زي موجود في الاير. ده كان مين؟ الثلاثه الاربع حاجات اللي موجودين على الابيكال سيرفيس اوف ذا سيل، اللي هو السيليا، فلاجيلي، مايكروفيلاي اند ستيريو سيليا. يبقى كده خلصنا الابيكال سيرفيس سبيشاليزيشن.